السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة جميعا إن شاء الله رب العالمين. بعد مرور اليوم نهار التاسع في رمضان الكريم غادي نحيو واحد السنة اللي هي جلسة الشروق. كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم تيصلي الصبح وتيجلس من بعد صحابه من بعد الصلاة تيبقى يساين تطلع الشمس. دابا انا فيريفيت في التليفون ديالي لقيت بان الشروق فاس داير لوفي دو سولي ا 6h06 ابخي 10 مينوت اولا 15 مينوت او موين غادي يمكننا نصليو. يعني ان شاء الله مع 6 و 16 ولا 26 دقيقة غادي يمكننا نصليو ان شاء الله النافلة. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم تيعطينا واحد البشارة تيقولنا الى صليتي الصبح وجلستي في المجلس ديالك تذكر الله دابا اون با بلو فير دون لي موسكي باسكو تيشدو دونك اون فيا لا ميزون وجلستي كتذكر الله وتقرا القران وتدبرو حتى تطلع الشمس. يعني بوندون اون اور اي دمي تعطيك واحد الجائزه خطيره لك اجر عمره وحجه تامه. نعاود نقولها لك دابا ان شاء الله الناس اللي جلسوا معنا يجدوا النيه بان عنده الاجر ديال العمره وديال الحجه تامه. حاجه واحده اخرى كي مانيفيك وغزاله هي ان تو بو اوفخير هاد العمره هادي. تقول باغ اكزومبل انا هاد العمره باغ اكزومبل انا عبد القوس انا جو اوفخير هاد العمره لما غران مير باترنيل حجه عزوز اللي الما الفي اللي كان عندها واحد الفضل عليا واللي الا يو واحد غران امباكت في حياتي. ان شاء الله غادي ندير النيه ان غادي نهدي لالا الله يرحمها لما غران مير هاد الجلسه هادي. فوالا ان شاء الله نمشيو حنا كنقراو ثومن ثومن. دابا هي الحجه هدى جبدت شكون فيهم لالا الطنكسوس الله يوفق لنا ولا دونك فوالا سي ان بو كادو. دونك ان شاء الله حنا نقراو ثومن ثومن انا وكون صادبت حنا كنقراو حاجه واحده اخرى. الوغ حنا في المغرب كنقراو بورش عن النافع عن طريق الازرق. parmi les particularités ديال ورش ان ما تيحققش الهمزه ما تيقولش ولا الاخره تيقول ولا الاخره تيقول المؤمنون. دونك سي انتم متبعين معنا في كتب هذا الحفص فوزالي غوماركي كيلكو ديفيرونس نو فوز انكيتي با. دونك ان شاء الله ببركتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين في أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alors vous allez remarquer, تلاحظوا بأن من وصلت لهذا الدعاء يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عاودت ثلاثة المرات، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تيبغي يعود الدعاء ثلاثة المرات، ولا حصرة الدعاء ديال القرآن، ولا حصرة هذا الدعاء ديال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لي شاك جور شاك انستون شاك مومون دون لا في اون اون ا بيزوان، باسكو هو الدعاء ديال لا بريز دو ديسيزيون، اتخاذ القرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شاك فوا كون فو بخوندغ اون ديسيزيون تديرو هاد الدعاء، تقولو يا ربي أعطيني المدد ديالك باش ناخد لا بون ديسيزيون. اون طبيعة الحال لا دوزيام ديال شوز، قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. سيتادير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل به خبيرا. كون جو فو بخوندغ اون ديسيزيون كندعي الله وكنستخر وكنسول لي بيرسون دو دومين. باغ اكزومبل جو دي توجور، tu vas acheter une voiture tu dois demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît، surtout quand une voiture occasion كتمشي وكتاخذ وكتشاور. tu vas acheter un terrain، tu vas acheter surtout les gens de intellectuels اللي ما عندهمش beaucoup d'expérience commerciale في le business. faut toujours تعلم جوج الحويجات، دير الدعاء ما خاب من استخار وتشاور ما نديما من استشار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا غير شفتوا قال داود. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوطيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف. اللهودة هذيك بورقكم ماشي ورقكم، الورق والورق هذا ما فيها بس نفسرها الناس. الورق هي الفضة، الورق الورق أثتم ميان دو دو دو, دو ديال باش يتبايعوا الورق هي ايزافي دي موني. الورق هي الفضه ماشي الورق. بورقكم قال الله يفتح عليك والله ما شاء الله عليك لا اله الا الله والله الا بكيتيني الله يفتح عليك. انا ما كنعرفش نجود. لا لا تبارك الله عندك المدد قبلوا عليه. لا لا عندك ليدام وعندك كل شيء هنيئا لك. قرا لله قرا الله يفتح عليك قرا لا اله الا الله. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه
فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فيها بس نقول واحد الكلمة قرد بهودة قالت وليتلطف سيدنا العلماء الله يرضي عليك هي نصف القرآن عليك فيها وليتلطف كأن تيقولوا سيادنا أهل العلم كأن الله سبحانه وتعالى تيقول لك أول حاجة بدأ بها بسم الله وكلمة الوسط هي ليتلطف وآخر كلمة قال ربي ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس كأن الله تبغي يقول لك الله لطيف بالناس وهذه اكسترا اوردينير ما قالكش الله لطيف بالمسلمين ولا بالمؤمنين لا قال لك الله سبحانه وتعالى لطيف بالناس فانا دائما ملي كنوصل لوليه تلطف ندير واحد الدعاء تنقول اللهم يا لطيفا في الازل انت اللطيف لا تزل الطف بنا فيما نزل بحق القران وعلى من نزل رنا لله ولقول اقول هذا الدعاء اللهم يا لطيفا في الازل لطيف لا تزل الطف بنا فيما نزل بحق القرآن وعلى من نزل اللهم يا لطيفا في الأزل أنت اللطيف لا تزل الطف بنا فيما نزل بحق القرآن وعلى من نزل اللهم يا لطيفا في الأزل أنت اللطيف لا تزل الطف بنا فيما نزل بحق القرآن وعلى من نزل ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت الله سبحانه وتعالى كيعطينا واحد المفتاح ديال النسيان لأن الإنسان تخلق تنسى إلوبلي وسبحان الله هذا واذكر ربك إذا نسيت on est tous censés oublier دائما تعلمها ملي تبغي تواعد مع شي واحد ملي تبغي تفيكسي شي حاجه ملي تبغي وما عندكش لاجوندا قل لا اله الا الله قل باغ اكزومبل هذه ندير الحاجه الفلانيه قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه هي واذكر ربك اذا نسيت وما فيها بس تعلموها حتى لوليداتكم تيكون بريباري ليزيكزامان عنده شي اكزامان النهار ديال ليكزامان تيوقع له ان ترو دو ميموار كتقول له وليدي ملي وقع لك لو ترو بطبيعه الحال وذكر ربك اذا نسيت خصك تكون حافظ باش تنسى ماشي تقول لا اله الا الله تقول قال لي الدكتور الشرايبي لا ذكر ربك اذا نسيت تكون حافظ وقع لك ان ترو دو ميموار ملي كتقول سبحان الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو الحي القدير الله سبحانه وتعالى تفكر دابا انا نكمل حدا كفتيتوني واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ما تقرا الهدى عندي واحد جوج الملاحظات هنا ربي قالنا فتسهم جوج الامور كيستوقفوني قالنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهذه لاكلي لاكلي دو لا ريوسيت لاكلي باي حاجه هي لونتوراج صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هي الصحبه هي ان انفيرونمون سان شوف دابا احنا يا دابا جالسين توعدنا في دي ريزو سوسيو شحال تما تما الناس اوني 480 بيرسون باش هذه الصحبه هذه لا بون فريكونتاسيون اونوري بو ايتر اون تران دو فير اوتر شوز حاجه اخرى ولكن الله سبحانه وتعالى جمعنا على ذكر الله احنا دابا 500 الناس تنوسوا تنوسوا غادي نديو عمره وحجه كان يمكننا نكونوا معكازين كل واحد تيدير حاجه هذه الاولى دونك لا كومباني الصحبه الصالحه شي حاجه اكسترا اوردينير دائما تو فو افونسي في حياتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملي جاي يمشي للاسراء شكون كان صاحبه جبريل الا تيغي فيغ لو هو ديما تصاحب مع اللي الفا تو تيغي فيغ لو هو وصلوا جبريل لسدره المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى كذلك انت دائما تصاحب اللي تي فاتو تيغي فيغ لو ما سوا با جالو دو لوي ما تكونش تحسدو لا مي يقول انا نتعاشر مع شي واحد اللي يزيد بيا القدام اللي الفا مو تيغي فيغ لو وهذه هي الصحبه الصالحه حاجه وحده الصحبه خاصها كاينو مونك دو نو جور سي لونغاجمون لونغاجمون اللي بنادم تلقاه معاك حاضر ناظر ماشي هفله لا وما لا في السراء والضراء في لو بيان في لي موفي مومون في لي بون مومون كونت تو باس بار دي مومون تو تروف كيلكان كي لا كي تو سوتيان كي تو رابيل وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين تقول له شوف جيت عند اللهودة قلت له اللهودة نقراو اليوم الجمعه الكهف قلت لي مرحبا داكور ما كيعكزكش والحاجه الثانيه فهاد التومون اللي مهمه وقريناها ولي فوندون خصنا نفهموها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ديو نوزا ابري بان لا ديسيزيون نوز ابارتيان من النهار الاول الله خلق سيدنا ادم وخلق الانسان وعطاه الاختيار من النهار الاول اون افي لو شوا سي سا لا ديفيرونس اونتر نو اي لي زونج علاش ربي ما دارش الملائكه فوق الارض لا يعصون الله ما امر فعل ما يمرون لا دار الانسان وعطاه الاختيار وعطانا حتى حنا في الدعوه الاختيار وقالنا ليس عليك هداهم قالنا لا اكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ايوا وانا شنو خصني ندير انا تنبلغ هل على الرسول الا البلاغ وكنبلغ بلا ميور فاصون البلاغ المبين وبالحكمه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ونذكر فان الذكرى فذكر ان نفعت الذكرى وقال ربي واحد لو سيني المؤمن باش تعرفوا المؤمن ملي كتذكروا كيتذكر وذاك فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اونوبلي توس On dérape tous, on part tous ailleurs. Tu crois des moments de baisse de régime. Mais là, il y a un moment où
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فوق ما تشوف راسك كنتي تالف وتتغبلي ورجعتي، عرف راسك راك فيك الإيمان ديالك راه مزيان، ولكن اللي ما مزيانش هو اللي كتغفل بزاف. زيد لله ولا الله يرضي عليك. هذا هو، شوف باش تفهموا، حنا كنقراو ونتدارس، لأن الله سبحانه وتعالى قالنا كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك هي اللي كنديروا دابا. قالنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بكل حرف من القرآن 10 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إحنا تنديو الحسنات ولكن ليتدبروا وليتذكر أولو الباب، باش نساليو هاد الجلسة، نديو واحد الجرعة عمرة أون لوفغ وديو الأجر وتذكروا سو رابيل. سي بوغ سيت غيزون كو لو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم قالنا نقراو سورة الكهف لو فوندغودي، باسكو فيها دي رابيل، فيها دي رابيل، باش اون فانتامي نوتخ سومين افيك بوكو دو بون رابيل. قرا لنا ولد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله الله ربي. الله الله برافو عليك، قريتي هذا لكن. دير الناس كلهم تيغلطوا فيها القراء الكبار. شو تبارك الله لله، وده كيفاش قراتها؟ لكن ما فيهاش المد هذه. جميلة مجتهدة. الله يرضي عليك، الله يحفظك. ورتلي القرآن ترتيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة والذي يقرأه ويتتعته عليه شاق فله أجران، الأجر ديال داك المشقة والأجر ديال لي فور دو بونوار قرأ القرآن. الله يرضي عليك، الله يحفظك بحفظ الله. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير المجالس مجالس القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين في الأرض. قيل من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، أهل الله وخاصته، يعني صاحب القرآن هو أهل الله. دابا حنا في المغرب تيقولوا ولد فلان ولد فلان من عائلة فلان فلانية عائلة كبيرة، فكيف بصاحب القرآن؟ فكيف باللي عنده القرآن؟ اتباه بأن من حملة القرآن، لأن من أهل الله، أهل الله وأهل الله، أهل القرآن وأهل الله وخاصته. الله يجعلنا منهم إن شاء الله. قرأ الشريف، الله يفتح عليك، الله يرضى عليك. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. حسبك يا رسول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبك لما يقرأ القارئ، ملي كنت يقرأ المرتل
هذاك اللي تيكون معاه الشيخ اون با دير الشيخ تيقول له حسبك. منين جبنا حسبك؟ حسبك جبناها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرا له سيدنا ابو موسى الاشعري القران حتى دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تيقول احب ان اسمعه من غيري، هذا سيدنا النبي صلى الله عليه انزل. ومن يقرا له من سوره النساء ولو انهم اذ ظلموا هم جاءوك فاستغفر له فاستغفر الله وسلم رجل الله تواب الرحيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا حسبك. فهذا حسبك اللي تيقول الشيخ للقارئ ولا الذي يرتل القران بين يديه جيم هذه السنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه الثمون اللي قرات للهودة عندي واحد الوقفات. اول وقفه عندي هو بدا تيقرا قلنا ربي وضرب لهم مثلا رجلين وما قالناش الله سبحانه وتعالى شكون هما الرجال. بوغتون واحد راه عاصي واحد راه مؤمن. وربي سبحانه وتعالى تعلمنا واحد الفقه واحد لاغ دو كومونيكاسيون واحد لا تكنيك اكستراوردينير سي ان ار مي با هادي هذا فن 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 تيقول لك سيدي ربي ملي تكون كتعول ولا باغي تعطي شي اكزومبل باغي سي با لا بين دو دير دي نو لانك ملي كدير لو نو كترجع في الغيبه. وقالنا ربي ان بعض الظن اثم ان بعض الظن يا ايها الذين اجتنبوا كثيرا ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم واياك وحمي اخيه فكرهتم ميتا فكرهتموه. دونك ملي كتقرا سوره الكهف يوم الجمعه كتفكر بوندون لا سيمين كو سي با لا بين دو دير لي نو. Même si tu veux donner une information, tu veux parler de quelqu'un, tu parles d'une situation, si tu sais, je veux d'autres doigts, ça. Tu veux d'autres doigts, ça, je veux de l'arabe de l'Nas. Il dit, je veux de l'arabe de l'Nas. Il dit, je veux de l'arabe de l'Nas. 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 Open minded. Je veux de l'arabe de l'Nas. Par rapport. ولولا إذا دخل جنة ولولا إذا دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك. حنا دابا ملي كتشوف شي حاجه زوينه تقول ما شاء الله والنيه ديالك انك تخاف من العين. وربي اونو كما هما قال هاد الهضره في القران قال اعطانا ربي كومون اون دوا رياجير ملي كنشوفوا شي حاجه عجبتنا. جيتي عند شي صاحبك شفتي فيلا زوينه كتقول ما شاء الله لا قوه الا بالله ما كتقولهاش باسكو ما خصكش تعينو لا كتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقول لك من بعد علاش إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. Il te dit que quand tu vois quelque chose de bien راه اللي عطاها لهذاك إلي كابابل القوة ديالو كابابل باش يعطيك حتى أنت أنت يخدم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Au lieu que tu sois jaloux et que tu sois وتحسد لا ما تحسدش. Et c'est pour ça كتربي قالنا ومن شر حاسد اذا حسد. بروتيج موا دو جالو كونت اي باس دو ليموسيون ا لاكسيون اي سي سا لا كروند كونفيزيون عندنا المسلمين. والارث الثقافي اللي خرج علينا وتنقولوا العين حق اللي حق هو الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي حق هو اللي يحفظك. الذي خلقني فهو يهدين والذي واذا مرضت فهو يشفين والذي يطعمني ويسقين. سيتادير خصك تعلم ملي تقرا سورة الكهف أن لا قوة إلا قوة الله وأن هذاك اللي عطى لهذاك قادر يعطيك حتى أنت. خدم وتحرك وزول هذا الموروث الثقافي. راه موروث ثقافي راه أحاديث موضوعة راه كذبوا علينا راه فسدوا لك العقيدة ديالك راه جعلوك تشرك بالله بلا ما تشعر. ولا وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. لأنك ملي كتدخل في العقيدة ديالك وفي العقيدة ديال وليداتك ان شي واحد قادر يبدل لك حياتك من غير الله راك غلطتي. ملي كتقول عين فيها شحال 2 غرام 3 غرام 5 غرام كتقول اي كابابل تو تشونجي تا في ولا تفسد لك الحياه ديالك راك غلطتي غلط خطير. وتو يا مي اون دوت الهدف اللي حطك عليه الله في الارض هو العقيده الصحيحه هو لا كرويونس بروفوند هو الايمان المطلق بان اللي جيري سولوي كي ريجي تا في راه اللي الحياة ديالك هو الله. وهذه علاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جا للأرض جا باسكو كنقول لكم دائما قريش العرب كانوا كيعرفوا الله
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من ليقولن الله، كانوا عارفين الله كاين، ولكن وما يؤمن أكثر من الذين يشركون. كانوا كيقولوا هذا الله ني با كابابل، ملي كتوقع له شي حاجة تيقول لك هذه العين خصني إله اللي داوي لي العين، ومن تي مرض تيقول لك هذا شي جن ساكنني ديال المرض، وداوي ربي 360 إله. وجا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بوندون 23 إلى أتوندي 23 سيد النبي باش هرز داك الأصنام باش يقتل المعتقدات الفاسدة. ومالوغوزمون هاديك كرويونس ليميتونت عندنا في حياتنا وعايشين بهم، إنو بوغيس لا في، إنو ديتورن على نقلبوا على لي فغي بروبليم. مني ولدك تيكون غادي وتيمرض، ولكن كنقول له انا فاش مشيت لفرنسا نقرا، كنعطي ليكزومبل ديالي، ندير مات سوب مات سبي باسكو جيتي بريون، ملي رجعت لفرنسا ماما قالت له مسكين وليدي عينوه، وانا مكلخ شمن عينوني، انا مكلخ، انا مشيت ندير مات سوب مات سبي وانا ما مقفل حتى لعبه. دونك اون 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 فوالي فوالي لو بروبليم. انا كان خاصني ان اورينتاتور لي جلس معايا ويشوف لي طوندونس ديالي. ولا ولدي انت ماشي ديال مات سوب، انت ولدي خصك ديرش على الحفاظه، انت كراد ودير ميديسين، جيت ميديسين باغازا وجاب الله تيسي. دونك ملي كنبقاو نخمو في المعتقدات الفاسده كنبقاوش ما كنقلبوش على سيتي دي فايت، تيقولوا عينوه ودي فايت تا موفي جيستيونير. ملي كتمشي تجيب اي اون دي في دو لا فيريتي، نجيبو دي اكسبير ونقولوا اجي سيدي علاش داك فايت، علاش مرض، علاش فعل. دونك توت ليكزيستونس ديالنا الي ريفولو. Et c'est pour cette raison qu'elle a dit qu'il هو الله. Et ça, on dit qu'il est Allah. 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 Qu'il est ومازال ما بغاتش تدخل الناس بزاف بان الله اللي كابابل دو تو هي الصمد الذي انا احتاجه طول الوقت وهو لا يحتاجني. تنقول لهم دابا حنا 8 مليار ديال السكان في الارض، مليار ونص ولا 2 مليار ديال المسلمين، شحال تيصليو؟ 500 مليون، وهما 7 مليار ونص ما تيصليوش. اسكو سا ديرونج ديو؟ لا ينقص من كاين شيء، اللي ما صلاش ما صلاش لراسو، واللي صلى صلى لراسو، ربي غاني عنا وعن اعمالنا. دونك وتنقول لهم احسن واحد في الصمد هو سيدنا ابراهيم في سورة الشعراء، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني الصمد انا اللي كنحتاجه في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا الى مرضت تداويني، هاتي تدخل، الى وقع لي شي مشكل تيفكني ما تنقولش انا راه عينوني. ومني كنطلب منه العوين تنقول يا ربي عاوني على هذاك المحساد، الى مشى ناضي يدوز لاكسيون، يقبض المسمار، يكرط لي الطوموبيل، يكيد لي في الخدمه، يدير لي شي حاجه. اما باش يكون كابابل شي واحد في الدنيا يبدل لك حلايتك ولا انفلونسي بغير الله سبحانه وتعالى، راه سي امبوسيبل. اي سي بور سيت ريزون ملي توقف على ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تفكر هذا الشيء، ما تخليش لك خويونس ليميتونت. وإذا غير تبعوا ما زاد قالوا تبعوا ما ودنا عليه آباءنا، حيت ماماك الله يذكرها بخير ولا بابا قال لك وليدي عندك تخبع، ما تقولش لا نوط ديالك هذه عينك، ربي قالنا وأما بنعمة ربك فحديث، ما تقولش لا نوط ديالك بلا فاصون باش تقولها، مي تي تو دي تا نوط، وشنو دار ولدك؟ مازال في يد الله وراه مقيد وشغل بيا وماشي يقرا. تقول لك وفي يد الله استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمان. نعم باش تقضي الحوائج، باش تقضي، سبحان الله والله ما تقرا. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ملي تكون كتقضي الحاجه، ولكن ملي تقضى ما كاين مشكل. وبالعكس ونروي لولد جاري ولولد صحاي ونقول له كيفاش درنا وكيفاش لقينا سكريبسيون ونبارطاجيو الدين ديالنا. علاش استعينوا على قضاء لان دي فوا تتعود شي حاجه لشي واحد مازال ما درتيهاش فوالا قلت لك يكون محسادك قضاء حوائج يدير لك لي باطون دولي، ولكن ملي تقضى عاود له، ولكن ملي تقضى عاود له، لا ملي تقضى بيان وقول له كي درت وكيف فعلت. دونك سي تري امبورطون، تري امبورطون ملي نفهموا علاش نوقف هاد الوقيفات. ملي سبحان الله دار زيق هاد الناس دابا هاد الصباح اللي زون في فيغ لي فون دو فيغ لي مان، لان حنا بحالكم كنا
on avait ces mauvaises croyances parce que c'est ce qu'on nous a dit, c'est l'héritage. Mais quand on a travaillé, on a cherché, on a essayé de comprendre et on a compris toute la vie d'Yann, toute la qualité de vie, et c'est pour ça que nous avons dit قال له فاعلم انه لا اله الا الله عاد فاستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات قال له انني انا الله لا اله الا انا عاد قال له فاعبدني واقم الصلاه لذكري سي تري امبورطون دو فير دي ريشيرش تعرف الله ملي تعرف الله ترتاح ملي تعرف الله يبقى لك بحال سيدنا موسى اللي وقع الزين زاد حتبدا تقول قال له قال اصحاب موسى انا لمدركون كانوا بحالكم مازالوا بحالنا مازال مدبدب الايمان ديالنا قال له هو ده فرعون اللي جي قتلنا إنا لمدركون سيدنا موسى عنده علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين شاف سيدي ربي شاف وقف وشاف شاف العصا كتحول صافي إلي 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 إيمينيزي قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين فبلاصة قال له ربي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وهذا الشيء هذا هو علاش كنخدمو هاد الشيء هذا هو علاش خصك تقرا القران وتدبره حنا غير بنقراو سوره الكهف في 20 مينوت ونساليوها مي غادي نجمع الكتاب والنوض اون نورا ريان ابري ريان ابري الوغ كو سوره الكهف الى قال لنا سيدنا النبي نور بين الجمعتين يمكن نديرو عليها 30 40 50 كونفيرونس وما تسالاش وربي راه تيقولها في التالي ديالها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمة ولو جئنا بمثله مدادا تجيب بخير هضره انا وياكم تتسالى الدنيا يونو جامي داناليزي دونك ان شاء الله رب العالمين اون اون تران دابروندغ انورمون دو شوز شكون اللي خصو يقرا انا فين هو الحق باش نقرا شنو فين الفرص لنا وصلنا في عسى رب الى طلبه واحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقوبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قل اللهم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس كل مثل
القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون وفي آذانهم وقرا هذه ما فيهاش هذه زيتها خليك مخصوصي على القلام وفي آذانهم وقرا شتي عاودنا هذيك اللي قبلنا عجبتني بزاف عاودها لنا الله يرضي عليك اللي فيها شنو يلا نبدا من إنا جعلنا الله يرضي عليك إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون هذا كيتسمى النقل عند ورش عند القراء أكنة ما حقتش الهمزة ما شاء الله هذه عجيبة سير الله ولا سير الله لا فرحتني يا النار بالله وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا تم وقفتم الو هنا فاتتم اللي قرات اللهودا اللي استحضرني دابا واحد جوج د الحويجات نوقفوا عليهم عاوتاني اول حاجه هي كتقرا وانا جي ابيرسي اون كاستيون كتقول لك عطينا نفسروا القران وهي قرات بها قالنا ربي في القران ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل احسن طريقه باش تفسر القران بالقران تفسر راسو القران كون تي في افيك لوي افيك سيت انتونسيون ربي قال لك ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر لا انا ولا هدى فوك كرويي كون ايتي كوم سا مي نو ما جو سوي ميدسان جو سوي جي سافي 20 ans جو سافي ميم با حافظ سوره تقول الله عاد هدى اوسي سي اون ارتيست بانتر فرانسيزون مي اون ا ترافايي اون ا في ليفور بدينا كنقراو كنتعلمو اون ريبيتي دونك يعني بحالي بحالكم عندك انا باش فايتكم في مون تخوازيام طون كون جو فيني مون ترافاي جو في افيك لو سان كوران جو لو لي اي لو ديو نوزا دي ولقد صرفنا في هذا القران من كل مثل توت اكزيست دون لو كوران ما فرطنا في الكتاب اي لي فاسيل ولقد يسرنا القران ديكي فان مودكي سكيل فو سي لا ريبيتيسيون اي سي لانتونسيون اي سي لونفي دو كومبروندر Et quand tu veux comprendre, tu comprends énormément de choses. Alors, regarde le médecin. Au krat l'allahouda d'abba, krat nawakana l'insan wa ksara shay in jadala, c'est-à-dire l'insan, t'es jadl, ou chnou al jidal, wa yujadilu alladina kafaru bil batili yutahidu bil haq wa tsakhadu. C'est-à-dire le jidal, ou quand tu veux, ou mni kad dkhol, c'est, ou mni kad dkhol, un dialogue ma quelqu'un pour le convaincre. Ou mni hi'li. Et c'est pour ça que je me suis dit que les trois techniques de communication qui sont venues à l'heure, c'est qu'on a dit le chéwan, qu'on a dit le sahibi, qu'on a dit le chéwan, 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 qu'on a dit le قولوا شحال كان العدد ديال اصحاب الكهف اسكي اكستراوردينير كو ميم اللي هما الكهنه ما عارفينش بالضبط وباش ربي دار المعجزه قال سيدنا النبي يقول لهم قال لهم انتم براسكم
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثمانية انتم براسكم ما عارفينش بغيت ولينا نقول لكم العدد ديال اصحاب الكهف اسي وقال له فلا تماري فيهم الا مراء ظاهره يعني واحد التكنيك دو كومونيكاسيون من عاسي ديال بي هي المراء هي تقول شي واحد انت كذاب ومنع الجدال اللي هو تمشي للاقناع حنا قلت لك اون با لا كونفيك اون ني با لا بور كونفانك اون ني لا بور ترانسميتر ان ميساج البلاغ ايوا شنو هو الحل هو الحوار دونك ملي كتقرا هكا القران سي 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 اكسترا اوردينير هو هذا في السر راسو جو ني ريان اوتيليز مي سي لا ميتريز اي لا ميتريز دوموند بوكو دو طون اي فو با اتر بريسي باسكو فهم مزيان حسن ما تفهم عوج وباش تفهم مزيان وين ذا تايم اي فو بوكو دو طون اي فو دو لا باسيونس اي فو دو لامور جو فو فير اون كونفيدونس جو مي رابيل في الحجه الاولى ديالي جو فو برومي الناس تيطوفو تيقول يا ربي بغيت وانا تنقول له اللهم يسر لنا القران الكريم حفظا وترتيلا وفهما وتدبرا وتاويلا طلب سيدي ربي يعلمك تدبر القران طلب منه غادي يعلمك وييسر لك دونك سبحان الله العظيم سي اون فا روتونير كيلكو شوز دو سو تومون اللي قرات لله ودو سيت بارتي ديال القران هو لي تكنيك دو كومونيكاسيون كاين الجدال منهي الجدال سي كون تو فو كونفانكر كيلكان On n'est pas là pour convaincre. Et c'est une très grande erreur, même avec nos enfants. Ftrabi, tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour encadrer, pour transmettre un message. Le mira, même nous, mais c'est adab. Tu vois, quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit c'est pas la peine de le dire comme ça, c'est lourd, c'est impoli. Et d'aïman, nous avons dit le hiwar. Le hiwar, c'est d'aïman, c'est de Rabbi. C'est un kafir. Il n'a pas dit que tu as dit Rabbi. Je connais où هذاك عنده واحد المعتقدات ودخل جنته هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا ارد الاخر قال له قد بالك ربي اللي عطاك هذا الشيء واحد لابوليتيس انهم كل واحد عنده واحد المعتقد وربي وتقلها بلو ديتاي تو لو ديالوغ باش يعلمنا كيفاش نديالوغيو ريسبكتي لوتر ريسبكتي لي كرويونس دو لوتر كونت إلا اون اوكازيون Il lui a transmis le falaoula, il dakhalt jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. Ou la khou, il s'est rendu compte wa uhita bi tumuri fa asbaha yuqallibu kaffay. Ou daz wahed el hiwar raqi ma bin juz el nas li andhom mu'taqadat mukhtalifa. Ou daw alash kan dab jouhna fman dans la main. Arrivé à ce niveau de communication, de dialogue, de transmission de message. Et quand on y arrivera, l'islam va reprendre sa place réelle. Li تفتح لاكسبتاسيون لا توليرونس لو ديالوغ الاكسترا اوردينير اللي ان شاء الله حنا كنخدموا عليها مان دون لا مان شنو خصني نقرا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما افتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إن صخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
الوغ هنايا باش نعطي لهدى لوكازيون تقرا سكون روتيان انا بوغ موا لا كلي دو سو تومون اذ قال موسى لفتاه Ça veut dire que Moussa, il est devenu très vieux. Parce que le compagnon initial de Moussa, c'est Sidi Naharon. Sidi Moussa, il a dit, « Rabbi, shrah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, wa j'al li waziran min ahli Harun akhi, ushdud bihi azri, wa ashriku fi amri, kay nusabbihaka kathiran, wa nadhkuraka kathiran, nakunta min basira. » C'est-à-dire que le vrai compagnon, ou assistant de Sidi Moussa, ou Harun, Et quand le Saint-Coran j'abat le qissa ou qal fatah, ça veut dire que Harun kan mat, ça veut dire que Sidna Moussa kbir, balagha min al kibari utiya, ou sma' bi anna kayn shi wahed andou l'ilm, abdan min ibadina atayna ou rahmatan min indina, ou allamnahu min ladunna ilma, ou msha Sidna Moussa huwa kbir yta'allam bash ya'allamna, anna l'ilm min al mahdi ila al lahd. أن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أن العلم ne s'arrête pas il faut aller vers la connaissance aller vers l'apprentissage aller هو ده موسى راه extraordinaire ce qu'il a fait extraordinaire مشى كيتعلم وقال له لا نبرح الأرض حتى شنو قالوا إذ قال موسى لفتاه حتى لقى Je vais insister, je ne vais pas m'arrêter de chercher et de vouloir comprendre. Là, pour moi, c'est le clou de ce tourmoun, cette façon de vouloir apprendre, de vouloir comprendre, d'aller vers la connaissance qui est extraordinaire et qui nous manque. قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية فانطلق حتى إذا أتيا أهلق فانطلق حتى إذا أتيا مد في أيدا وكلمة أتيا لا ما بمشي أتيا حتى إذا أتيا ما بقلب على الشارجور حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام عود هذه يريد أن ينقض ضاد ماشي دال ما يرضي عليك فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام والله الله يحفظك الله 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 يا رب احفظها والله هذه لغة الضاد حيت هذه سميتها لغة الضاد Tu l'as très bien prononcé. Quand Sayyidina Omar ibn al-Khattab, il est le seul après Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui prononce bien. Mais il a fallu qu'on ait le temps. On dit comme des leçons du Coran, du Tartil. C'est extraordinaire. Hadi lughat ad-dad, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vois le Coran qui est très les alphabets dialogue qui est extraordinaire. La ilaha illallah. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله وأفضل من نطق بالضاد وبعد منه سيدنا عمر قرأ الله يرضى عليه قرأ يا حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
فعرضت نعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ما يرضي عليك. ويسأل. بارك. حسبوكي. Alors là, là rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a 10 minutes, rapidement, dans 10 minutes, on s'allait au Nafila. D'abord, à 6h06. Mais on ne peut pas faire la prière. D'abord, la Shems, elle est horizontale. Ça sort de l'horizon, juste le remous, c'est-à-dire 10 minutes. Alors là, qu'est-ce qu'il a appris, سيدنا موسى تعلم ثلاث حويجات في لافير دو الباطو. تعلم يفو جامي تخ بريسي سي الريسك سي سي تان تو با بيردر لو لايف. لا حبه وجينا لهنا اجي نقلبوا البلاصه رانا داك الشارجور لهنا نقلبوا شادي نديرو راه داك الشارجور ديال نديرو هنايا. قلت لكم بان سيدنا موسى تعلم ثلاثه الحويجات بان ما عسى ان تكون شنو واخا يقول لكم هو بلو في الاول بانه راه تقبل باطو سي تان بروبليم اي سي تان غير من بعد كو سي ني با ان بروبليم. دونك علموا عسى ان تكون شنو واخا يقول لكم عسى ان تكون شنو واخا يقول لكم علموا انتم لا تعلمون في لافير ديال الوليد اللي مات. علموا بان الله ما ابتلاش داك الوالدين حيت شنو قال له؟ حتى اذا لقي غلام قتل قال قتلت نفسا زاكيه بغي نفسي، يعني داك الوليد راه كان مهل الله. دونك فاش قال له فاراد ربك ان يبدي لهما خيرا من زاد لا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طغيانا وكفرا ماشي الولد ما كانش مزيان، تري امبورطون، الولد كان مزيان، كان راجل كان وليد مزيان، شنو قلنا؟ نفسا زاكية بغير نفس. طغيانا وكفرا باسكو داك لامور ديال داك الولد هما كانوا ناس مؤمنين، كان هادي يكون أكثر من الحب ديال الله. فالله سبحانه وتعالى بغاهم يتعلموا بأن هذا القلب ما عمره بحب الله. إيه صح إكستراوردينير. والثالثة اللي تعلمها سيدنا موسى هي تعلم تبيع وتشري مع ربي. وخا هادوك ما بغاوش يأكلوهم فأبوا أن يضيفوهم وإذا تي أفاغ فأقام سيدنا الخضر ناض تيبني وسيدنا موسى جالس باش يعلم لسيدنا موسى تجارة مع الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وهذه اكستراوردينير اللي تعلمناها الحياه ديالنا هذه تبدل. دونك انا نكمل ونتينا واسالونك. ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا. انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. الله الله كيفاش قراتي شيئين؟ هذا كيتسمى شوف كيفاش قرات من شيء، هذا كيتسمى التوسط. فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. شفت واحد العيبة هنايا بغيتنا هذا واحد السيد قال وفي رواية أخرى أن في الشريعة ديال موسى من يعصي والديه يقتل. ما يمكنش هذا الولد كان عاصيا ما يمكنش تفهم هكذا وما كيناش هادي حيت اونو كان ماما ما قالنا ربي بان هذا الولد ما كانش مزيان. بالعكس قالنا سيدنا موسى قتلت نفسا زاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. سيتادير سيدنا موسى راه يرابلو الا يا موسى هذاك السيد كان طيب. الفهم اللي كنفهموا الحقيقيه من القران
فأرى أن يهيق قوما طغيانا وكفرا. أن وهذه كتعاود في واحد القصة أنا فهمتها من المرأة اللي قالت لي كانوا عندها 4 ديال البنات وكانت تسين الولد بداك الشيء غريب وجا الولد وهي حبلا به إلا كومونسي أ ديزيغيتي سي في زولت لهم الورث بغات تعطي كلشي داك الولد داك الشيء حماقت بالأمور ديال داك الولد مازال كرشها فمني ولداتو أن أونفون موغ. وهذه الفهمة الحقيقية كون لامور ديال شي حاجة كتغلب لامور ديال الله ربي تيبغي يعلمنا. وهذه من الحوايج اللي نفهموا بها بان العين راه ماشي سي با فري. تيقول لك شي طوموبيله دوبل في هو خارج بها من الكراج وضربها تعين ماشي تعين. هذاك الطوموبيله ربي بغى القلب ديالك يعمر لانك تكون عامر قلبك بها. ربي بغى قلبك يعمر به. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجل في سبيله فتربصوا حتى الله بامره. دونك اللي خصو يعمر بقلبك هو الله. فخصنا نعيشوا بلوس مع القران. اسال الله العظيم رب العرش العظيم بين يدي هذه الساعه العظيمه اللي بشر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للحاج دعوه مستجابه وللمعتمد دعوه مستجابه وحنا درنا حجه وعمره للصائم دعوات لا ترد حتى يفطر ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم هادشي كله مجموع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بين يدي هاد الساعة العظيمة أن يرحمنا ويرحم والدينا ويرحم من ربانا ويرحم اللي علمنا ويرحم اللي قرانا ويرحم اللي دار فينا شي خير شي نهار. اللهم من أسدى لك من أنا معروف فجازي عنا بكل خير. نسأل الله العظيم واحد الدعاء خطير. اللهم انزع ما في قلوبنا من غل ومن حقد ومن غيرة ومن حسد. جعلنا ممن يلقونك يوم القيامة بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بين يدي هذه الساعة العظيمة أن يبلغكم مقاصدكم. اللهم يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ منا ما نوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يختم عينه عليكم بالحسنى وبالإيمان وبالسعادة التي ختم بها على أوليائه وأصفيائه وعباده الصالحين. يا ربي أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني ما كان ندير هذا العام ابتغاء رياء ولا ابتغاء دنيا ولا ابتغاء جاه ولا ابتغاء سلطان ولا ابتغاء والو ابتغاء وجهك الكريم. يا ربي اجعل هذه الجلسة اللي جلسنا والقرآن اللي قرينا والتدبر اللي تدبرنا حجابا لنا من النار غدا يوم القيامة. اللهم قابلنا بعفوك ولا تقابلنا بعدلك. اللهم قابلنا بعفوك ولا تقابلنا بعدلك. اللهم قابلنا بعفوك ولا تقابلنا بعدلك. اللهم يا رب إن لك أتقى من النار وذلك كل ليلة من ليالي رمضان. اللهم اجعلها ساعة عتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك من النار. اللهم يا رب أنا حلقي تشد وأنا أدعو إلى سبيلك. فيا رب بارك لي في صحتي بارك لي في عافيتي بارك لي في دنياتي بارك لي في مرضي. أبراهي منا يا رب العالمين يتسجل عند سيدي ربي على اللايف ردو سيدي ربي نقف بين يديك يا ربي وجعلوا شفيعا لنا يا ربي يا ربي. قلت يا ربي يا ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. اللهم شفع فينا هذا القرآن يا ربي. شهد علي قريته حتى تشد لي حلقي يا ربي. شهد علي قريته حتى تشد لي حلقي يا ربي. شفع فينا القرآن الكريم يا ربي. اللهم شفع فينا القرآن الكريم يا رب العالمين. اللهم شفع فينا القرآن الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل لنا في الدنيا صاحبا وفي القبر مونسا وبين يديك وعلى الصراط شفيعا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين منك وخاصتك. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم انفعنا وارفعنا بالآية والذكر الحكيم. اللهم يسر لنا القرآن الكريم حفظا وترتيلا وفهما وتدبرا وتأويلا. اللهم يا فالق الحب والنوى
أعطي لكل امرئ منا ما نوى. اللهم يا لطيفا في الأزل أنت اللطيف لا تزل، ألطف بنا فيما نزل بحق القرآن وعلى من نزل. اللهم يا ربي جمعتنا مع هاد الناس في الساعة المباركة من يوم الجمعة، من الصيام، من رمضان، الله من أهل القرآن، من جلسة القرآن، في غير حول منا ولا قوة، جمعتنا في وسائل التواصل يا ربي، جمعنا معهم في الجنة في الحوض من شرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني راض على هذه المرحة. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني راض على السيدة هذه. اللهم إنا تحسن إلينا فأحسن إليها، اللهم إنا تصبر علينا فاصبر عليها، اللهم يا رب كلها وليا ونصيرا ومعين مددا، اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إليها، اللهم يا رب اشفها شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي غما ولا هما ولا ألما. اللهم يا رب حين حتى نشوف كلا اللوز في العلا مع أعلى المقامات يا رب ديال الدنيا والآخرة. يا رب يا السيدة صبرت معايا وعاونتني وتتعاونني في الدين وديالك يا ربي، عاونها وعاوننا على الدين والدنيا يا رب العالمين، عاوننا على وليداتنا وعاون الحاضرين على وليداتهم. اللهم يا ربي اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا، واصلح لنا أزواجنا اللواتي هن سكن لنا، واصلح لنا يا ربي ذريتنا التي هي قرة أعيننا، واصلح لنا مصادر رزقنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، واجعل هذا البلد ديالنا المغرب بلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين. حفظنا أمير المؤمنين الملك محمد السادس بمحافظة به الأيدك الحكيم، حفظه في وليده مولاي الحسن وفخاد مولاي رشيد وفي العائلة كلها والناس الحاضرين، حفظهم في وليداتهم يا ربي. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله القائل ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. دابا غادي نعطيكم واحد لا نوفيل، دابا ملي تمشي تنعس راه ما يديكش النعاس، تعلم هذه مني. علاش ما يديكش النعاس؟ باسكو لا سبيريتواليتي طالعه، الروح ديالك ما با بيزوان دو دورمي، لو كور ما كيبقاش يبان. Je te promets que tu vas passer une journée extraordinaire. Wada wa dawq dial daba dqtiw w dqna ensemble halawat al iman. Alash sid nabi sallallahu alayhi wa sallam kan ando had le bonheur w kan ando had le sourire w kan ando had l'enthousiasme w kan ando had l'envie dial partager parce que il a senti w aach had al rouhaniyat li achna ma tsbah. Allah yjal had al jalsa khalisa li wajhi Allah. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجعل الجلسة صدقة جارية على ذوك اللواتي أنا وياك اللي درنا لهم عشاء عمرة، وصدقة جارية اللي سمعهم واللي ترحم على الوالدين ديالنا وترحم على نو غران بارون، ترحم على الحاج عزوز والحاج عبد الكريم وسيد تهامي ياك ولا طام وكسوس وهادو كاملين دي غران مامون ولا فاطمة الدلائية ولا غران بارون ديالنا كاملين. الله يجعلها صدقة جارية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، وحنا إن شاء الله كنا تركة صالحة تندعو لبعضياتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.